دلوقتي جه ميعادنا مع فقرة سوشي لاب، وزي ما عودناكم في الفقرة دايما هنروح نشوف اكونت حد من المشاهير ونعرف هو بيعمل ايه على السوشيال ميديا. النهارده بقى السوشي لاب هتكون من لبنان، وهنعمل معاكم لفة سريعة في اكونت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم. نادين نجيم بتتميز في اختيار ادوارها، واللي كان اخرهم مسلسل صالون زهرة، واللي حقق نجاح كبير جدا والناس تفاعلوا مع دورها بشكل كبير على السوشيال ميديا. نادين نجيم من الفنانات اللي بيتفاعلوا جدا على السوشيال ميديا، ودايما صورها وفيديوهاتها بتتصدر الترند. لقينا ان عندها على الانستجرام 14 مليون و500 الف متابع، ونشرت حوالي 1818 صوره وفيديو على الانستجرام، وده طبعا باين لنا قد ايه هي بتحب الانستجرام. طب يا ترى ايه هي الصور والفيديوهات دي؟ اول حاجه لفتت نظرنا انها نشرت اكتر من 100 صوره ليها من الفعاليات الفنيه واللي دايما بتحضرها، وطبعا بتتميز بذوقها الجميل في اختيار الفساتين، وده اللي بيخليها تتصدر الترند دايما. هنلاقي كمان انه في فيديو ليها من مهرجان فني حقق 1,200,000 مشاهده على الانستغرام. الفيديو اللي احنا نشوفه دلوقتي كمان حقق 1,800,000 مشاهدة. نادين نجيم من فترة للتانية بتحب تنشر فوتو سيشن جديدة، فلقينا انها نشرت اكتر من 20 صورة ليها من فوتو سيشنز مختلفة. كمان من اكتر الفيديوهات اللي تصدرت الترند لما كانت في حفلة خاصة بالجمال، وسألوها عن سر جمالها وقالت بمنتهى الوضوح والصراحة انها بتستخدم البوتوكس والفيلر. ومن اللحظات الحزينة اللي لقيناها على اكاونت نادين نجيم هو لحظة انفجار مرفأ بيروت. ومن المعروف حب نادين لولادها جوفاني وهيفن، ودايما بتنشر ليهم صور كتير، فلقينا انها نشرت اكتر من 30 صوره ليهم معاها، واخر صوره ليها كانت في رحلتهم وسط التلج، والصوره حققت 149,000 لايك. ومن الانستغرام خلونا نروح للتيك توك. نادين نجيم من الفنانات اللي ليهم حضور كبير على التيك توك، فبيتابع نادين نجيم 2,700,000 متابع، اما هي فبتتابع 70 اكاونت وحصلت على 7,100,000 لايك. نادين نجيم بتحب تشارك في التحديات اللي بتكون على التيك توك، وفيديوهاتها بتحقق نجاح كبير قوي، منها الفيديو اللي حقق 4,000,000 مشاهده. لاحظنا كمان ان هيفن بنت نادين مسيطره على الاكونت بتاعها بفيديوهاتها، اما فيديو رقص نادين مع بنتها هيفن حصل على 10,000,000 مشاهده على التيك توك. وبكده نكون خلصنا فقره السوشيال لاب.